حقيقة تحت الأمطار زميلنا عاهد، صباح الخير من جديد. صباح الخير من جديد مرة أخرى من مدينة السلط، وبيش أحلى من السلط. صباح الخير، أجواء باردة جدا في مدينة السلط، العمل من جميع الدوائر الحكومية على قدم وساق من ليلة أول أمس لتأمين الخدمات للمواطنين في جميع مناطق المحافظة من خلال محافظة البلقاء وجميع مناطق بلدية السلط الكبرى. وللحديث أكثر عن الخدمات التي تم تقديمها خلال الساعات الماضية معنا عطوفة رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري. صباح الخير. صباح الخير دكتور عاهد. يعني نتحدث عن الأجواء، وأجواء ماطرة، كميات مياه كبيرة، طبيعة مدينة السلط تختلف عن كل المحافظات، الخدمات التي تقدمها بلدية السلط والملاحظات اللي وصلتكم خلال الـ 24 ساعة الماضية. يسعد صباحك دكتور عاهد. أول شيء احنا نصبح على الوطن، بنقول لسيدنا كل عام وانت بألف خير. بتعرف البلدية في وقت الشتاء هناك في غرفة طوارئ في بلدية السلط، وفي غرفة طوارئ مرتبطة مع وزارة الإدارة المحلية، وغرفة طوارئ في محافظة البلقاء في مبنى المحافظة. هناك تنسيق مشترك ما بين الثلاث غرف طوارئ، بما معنى أنه في هناك غرفة عمليات مشتركة ما بين هذه الغرف الثلاثة. هذه تتلقى الملاحظات من جميع المواطنين داخل مدينة السلط ومناطقها. الأمانة جميع الملاحظات تم التعامل معها بكل شفافية، وكانت كوادر البلدية جاهزة. كانت في ملاحظة في مبنى بيت فلاحي الحمد، وتعرف رمزية هذا البناء بالنسبة لمدينة السلط، وفلاح الحمد هو رمز من رموز مدينة السلط وأحد رجالاتها. هذا المبنى تم تسليمه لمديرية الآثار العامة لإعادة ترميمه لمدة عام ونصفه، ثم يعاد إلى بلدية السلط. في بعض الملاحظات تصريف مياه تم معالجتها، وأنا شخصيا امبارح تواجدنا حوالي الساعة 12 بالليل في منطقة السلالم الصوارفة، في ملاحظة كمان كانت بعلان وزي، وتم التعامل معها من قبل كوادر البلدية، والحمد لله اللي ربنا رحمنا بنعمة المطر، لأنه كانت كمية هطول الأمطار من تاريخ المنخفض إلى اليوم حوالي 85 ملليمتر، وهذا إشي مبشر بالخير، وزاد من المخزون المائي للسدود سواء سد وادي شعيب أو سد الملك طلال أو سد الكفرين، فالحمد لله على نعمة الخير. يعني تعاملكم مع وزارة الأشغال العامة والطرق الخارجية أكيد هنالك تعاون مشترك. نعم سيد الكريم، في تعاون مشترك ما بين بلدية السلط ومديرية أشغال محافظة البلقاء. كانت في ملاحظة على طريق أم جوز إرميمين انهيار ترابي، وتم التعامل معه من قبل كوادر الأشغال وكوادر البلدية. للأمانة كانوا موجودين حتى يكون العمل جماعي ومشترك، فبالتالي أنت بتخدم مدينة، لا يهمنا مين اللي بيشتغل، المهم يكون في إنجاز، والبلدية والأشغال حاضرين في كل الأوقات. هذه غرفة الطوارئ مشكلة 24 ساعة، يعني من الصباح الباكر وإلى غاية ثاني يوم الصبح. يعني شو بتحكي للمواطن في بيته من خلال الخدمات اللي بتقدموها، وكيف آلية التواصل معكم، وشو كلمتك لنشامة بلدية السلط؟ أنا بقول لنشامة بلدية السلط الله يعطيهم ألف عافية، لأنهم كانوا متواجدين باستمرار بالميدان وجاهزين يتلقوا أي ملحوظة. وبقول لمواطننا الكريم، أي ملاحظة أو أي شكوى أو بتحس أنه بتقدر البلدية تقدم أي مساعدة، إحنا حاضرين على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال مباشرة مع غرفة طوارئ البلدية. يعني أكيد بلدية السلط وجميع الدوائر الحكومية تقدم الخدمات للمواطن الأردني طوال العام، وفي هذه الأيام بتقدمها بزيادة وبكل محبة، وإحنا منطالب من إخواننا وأهلنا مواطنين محافظة البلقاء ومدينة السلط، أي ملاحظة كانت صغيرة أو كبيرة بالنسبة للمياه، ونحن نعلم طبيعة محافظة ومدينة السلط صعبة جدا من خلال المرتفعات ومن خلال مداهمة المياه لبعض المنازل ووجود الوديان الكبيرة، نتمنى من مواطننا يتواصل مع الدوائر الحكومية مع بلدية السلط الكبرى لتقديم الخدمات له والعون والمساندة خلال المنخفضات الجوية، ونتمنى أن تكون
قادم الأيام منخفضات جوية تجلب الخير لمزارعنا الأردني من خلال كميات المياه الكبيرة التي يتم التعامل معها ودخولها إلى السدود من خلال سد الكرامة وسد الكفرين وسد وادي شعيب. إن شاء الله تكون سنة خير على الأردنيين وعلى العالم أجمع. لكم زملائنا بالاستوديو. عاهد شو بدنا نقول لك؟ الله يعطيك العافية. بنعرف إنه الجو بارد جدا، ما بعرف قديش درجات الحرارة هلا، بس وأنا جاي كانت يمكن ثلاثة، كانت ثلاثة بس هلا يعني قد ما بدها تكون مرتفعة يمكن زادت درجتين خمسة. إذا يعطيك ألف عافية عاهد.